السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزول في اللون خوتنا ورجعي. الموضوع فيما يخص اليوم فيها سؤالين كان سألني أخ من الأخوة، وسأحاول الإجابة على السؤالين الاثنين. لكن قبل كل ذلك هحاول يعني التحدث على ما تجرأ به تبون في خطابه الأخير هذا تاع اليوم، وقال في معظم يعني ومجمل كلامه، قال أنه لا يستطيع القضاء من هنا ورايح، لا يستطيع يعني متابعة الناس أو الشكاوي التي تأتي يعني أنونيما، يعني غير معروفة يعني مسبقا، يعني الإنسان اللي بعدها حتى لو يعني هي قضية يعني واضحة وتخص فساد أو أمن الدولة أو أي شيء، لا يعترف بها ويرميها في الزبالة هذه الشكاوي هذه. يعني ماذا يقول؟ يقول للشعب لا تشتكوا من هنا ورايح، لا تشتكوا، وإنما إذا كنتم تريدون يعني تقومون بشكاوي وحاجات من ذلك فلازم يعني تروحوا بالمصالح المعنية، يا إما صحافة يا إما شيء من ذلك، يعني وكأنما الصحافة يعني ستغطي الموضوع، يعني وهما دائما الصحافة كانت تكتم عن الموضوع لأنها مدارة من طرف المخابر، وهو يعرف ذلك لأنه كاذب في هذا الموضوع. أولا ليلات خانونيما محترف بها دوليا لأنها توقع تحقيقات، وإذا كان شيء يعني لا مستهان به يعني لا شيء لا يصلح ولا ينفع فلا يعني تتبع القضية، لكن إذا كانت القضية حقيقة ويعرفون أنها وراءها فساد مالي أو أخلاقي أو حاجة من الشركات الكبرى، أو خاصة هذه كاينة في كل العالم يعني، لكن إذا كانت تكون في مقابلات وتكون في ملاحقات، لكن تكون هي الإجراءات دانفستيغاسيون تكون يعني ان تي بو سكريت، ما تكونش علنية. يعني هو يقول من جهة أن على الإنسان الشاكي أن يظهر ويشتكي إلى مؤسسات يعني حكومية أو شيء من ذلك، حتى الصحافة، ذكر الصحافة، التوجه للصحافة، وكل الشعب الجزائري يعرف ما معنى الصحافة في الجزائر، يعني هي مناوئة للحاكم، يعني هذه القضايا التي يشتكي بها الإنسان يروح يقوم بالشكوى في إنسان ما أو في شركة ما فيما يخص فساد أو أي شيء من ذلك، يعني يقول لهم أن قضيتكم يعني ستفشل، وحتى الإنسان اللي تشتكوه سيعرف من هو واقف ضده، يعني واقف ضده. وقاموا كل الخونة والفاسدين من الجرانات والوزراء الذي كانوا حاضرين في القاعة، قاموا بالتصفيق. لماذا؟ هذه حفاظا لها، لأنها تحمي مصالحها، لأن بذلك لا يستطيع الإنسان أن يشتكي. وفي نفس الوقت قال لازم يعني أن الإنسان لازم يكون صريح ويروح يكون عنده كوراج. إذا كان تتكلم عن الكوراج ويكون إنسان يعني وأنت تقول أنك يعني ممكن تفتخر به، فلماذا لم تفتخر يعني برشيد نجاس؟ رشيد نجاس قام عليكم الحجة وأظهر كل الفساد، من هربوا ومن أنتم حاممه، وذهب ليقول ذلك في الصحف، لكن هل الصحف ردت بالإيجاب يعني وافقت وكشفت الحقائق التي كان يتكلم عنها نجاس؟ لا، كانت تريد التستر خدمة لكم وللمخابرات وللحكومات التي تتالت على الجزائر في العشرينيات القادمة. يعني حتى الناس اللي كانوا حاضرين ربي يبغي يكشفهم، يصفقوا ضد القانون، يصفقوا لخيانة الشعب، يفرحوا. ولذا تبون أنا جنسي باك سيتي كونسيون ce que vous faites.
soit tu es un débile, un malade mental, et tu dois être hospitalisé le plus tôt possible, au moins tu es en drogue. Tu es en drogue, c'est quoi faire. لأن هذا الإجراءات اللي تراك تقول فيها أنك تحمي السارق وتحمي الفاسد وتجوز يعني سكو تو في راك ترمي بالإنسان النظيف الذي قال الحقيقة في هذا الفساد والأمثلة كثيرة من أويحيى من سلال من سعيد سعدي هذا تاع داني تاع اللي كان تاع اسمه سي سي سيدهم ولا مش عارف tous ces gens c'est des voleurs alors que vous les avez protégés qui les a protégés c'est le système c'est le système qui t'a posé les militaires les généraux اللي راهم يصفقوا عليك الان اللي صفقين عليك وفرحانين بك كانك وانت لعب هذه سبع وانت قط هذه هي اللي ما فهمتوش تاعها سوا tu es un drogue سوا tu es un idiot هذه واحدة من زوج ني بلوس ني موا باسكو إذا كان على الحقيقة تبغي تعرف الحقيقة كان لازم تطلق رشيد رشيد نكاس أجوردي تطلقه باسكو خرجت من فمك باسكو تي هادي اللي قال شي كلمة تاع حق يعني يروح للصحافة ويروح للإعلام هو راح للإعلام إن ديزان دو فوا لكن عمرهم استقبلوه باش يفضح هاد الناس لكن استعمل وسائله استعمل تليفونه استعمل يوتيوب استعمل إذاعات أخرى غير الإذاعات الجزائرية وأنت تقول أن لك حريات لكن أنت تتحكم في الصحف وتعرف كل ما يريد ما تريده أنت الجنرالات أن تعرف الناس التي تتقدم بالشكاوى وبذلك تقوم بإدخالها السجون كما أدخلت رشيد نجاس أنت هذا ما تريده يعني من كلامك يتضح أنك ليس فقط يعني تتحاول تتحايل على القانون وإنما أنت عبيط كما يقول tu es un idiot 100% هذا في موقف هذا الموضوع وكان تكلم على أنه ممكن استثمار حول 12 مليار دولار 12 مليار دولار for first start ولا ستارت اب whatever you want to call it لكن هذا الستارت اب هل يكون يعني في وسط الشعب وفي مشاريع حقيقية أو في أكذوبة جديدة تقوم بإقامتها حتى تتم على سرقة 12 مليار دولار أنا أقول لك لا لو تريد يعني خلق الثروة لو تريد خلق الثروة تخلقها من لا شيء من لا شيء تقول لي كيف من لا شيء شوف كوريا كوريا الجنوبية تعلم منها من لا شيء مش تضخ أموال وتسرق بعد ذلك وتسرق من طرف من آخر في الآخر تسرق من طرف أبنائكم أبناء الجنرالات وإذا كانت على المحاسبة لأن الجنرالات هذو خرفوا وكبروا واللي راه في عمرها 70 عام و80 عام و90 عام كما بن علي هذا اللي قريب تقول 100 لا يهم محاسبتهم محاسبتهم تكون على أسس محاسبة أبنائهم لماذا لا تحاسب أبناء القايد صالح لماذا ما تحاسب العيلة كلها كقايد صالح حتى لو كان مقبور يعني حتى لو كان ميت يحاسب لأنك أنت تعرف مدامك مشي أنت الذي لقد أقلت يعني مدير الصناعات العسكرية وإنما مؤسسة العسكرية التي تتحكم فيك وإنما أنت لا برغوثة وتفك سكيلبر ألوغ أنا جو تدير لازم تحاسبوها على الأموال اللي كانت تتحول للإمارات لأن لما تقول صناعات عسكرية ما هي صناعات عسكرية لا نصنعوا شيء طنوقان نصنعوا شيء بومب أتوميك نصنعوا شيء ميسيل دي ميسيل لا أون في ريان سوا هي الأموال تاع الشركات اللي خلقها قايد صالح مرسيدس وعدة شركات مع الإمارات شركة الأسلحة هذيك الخفيفة يعني البيستولي تاع بلاستيك اللي صنعوه
روح هذوك اللي تحاسبوا تحاسبوا وأين الأموال التي سرقها القايد صالح وأين وجهتها هي الوجهة تاعها لأن الوجهة تاعها يعرفها حتى اللي كان هو العسكري اللي كان في الإمارات ودخلتموه على أساس أنه يقبض المخابرات الآن راشدي وكلك شوز كونسا هذا يعرف الأسرار تاع الأموال اللي سرقت لازم يتحاسب وأبناء القايد صالح يتحاسبوا ولاد نزار يتحاسبوا ونزار يتحاسب وتوفيق يتحاسب ولاد توفيق يتحاسب كلهم سرقوا كلهم نحبوا احنا نبغوا تكون دولة قانون وما انت لست عابرة كما يقولون جسبيق كتجي الجزائر ما تفتكركش tu n'as rien fait de bon pour l'Algérie لازم تعرف هذه لانك انت انسان مزور وجابتك العساكر جابوك العساكر على سور ان تانك جابوك لذا لا تكون في تاريخ الجزائر ان شاء الله لما تقرا تاريخ الجزائر من على 70 سنه ان شاء الله ولا 100 سنه قدام تقرا تشوف الرؤساء اللي عدوا انت اسمك مكتوب بالاسود وبالاحمر لذا يعني انت تحاول سطر ومعاقبة كل انسان سيقول الحقيقة في هذا الفاسدين وانت اكبرهم يعني واحد منهم هذا في الموضوع هذا اللي كنت باغي نتكلم فيه لانه فريمون جو في كيل بار دين شوز il font le contraire لانك لو مفروض تقول انك تفرح لو كان يكون واحد شجاع ويقول الحقيقة على الفساد ويظهر بوجهه وباسمه رشيد نجاز ظهر باسمه وبلقبه وبصورته فلماذا يبقى في السجن ماذا انت قلتها مفروض لو كان في قانون هنا يطلق سراحه اليوم يطلق سراح رشيد نجاز لأنه كان يقول الحقيقة كما أردتها حتى أنت وكل من تكلم عنهم رشيد نجاز يا أما هم في السجون يا أما هاربون وهم أصدقائك هذه اللي لازم نعرفها الشعب سؤال اللي كان سألني واحد خاسكو بلي almost forget كان أخي سألني قال لي ما رأيك في تركيا وماذا يجري في تركيا اللي يجري في تركيا على أساس يعني قضية الإمارات التي كانت تريد تطبيع الإمارات هي في جيب إسرائيل من قرن يعني هي في جيب إسرائيل هي لم تتنكر لذلك وإنما هي تريد تموقع وتأخذ مكان من مكان الأتراك ومكان الأتراك والأتراك يعني يريدون اللعب على وترين أتراك سيديمانا aussi سيديمانا il veut pas par exemple how to say it ما يبغوش يخسروا الوضعية تاعهم جيوبوليتيك في المنطقة في كل المنطقة يعني سيرتو على ليشيل اوروبيا على ليشيل اوروبيا يبغوش يخسروا هذيك الوظيفة تاعهم هذيك الوظيفة تاعهم كيما نقولوا حنا ان دوبلاجون نقولها لكم هكا ان دوبلاجون الاتراك سي دوبلاجون بوركوا هما نبدوها هكا من لي زاني 63 ils ont essayé باش يدخلوا parce que les européens من لي زاني 63 كان عندهم دي بروتوكول تاع المعاملات التجاريه تاع التجاري وكلشي باش يبغي يدخل واحد معاهم يتجر معاهم يتو لازم هما يتفاهموا يسوا داكو باسكو كان كان يتعلم غالبا الاشياء يعني يشرو مع هما اللي يبيعوا هما اللي
بصح باش تبيع معاهم وتشري معاهم لازم موافقة تاع لونسون. ما كانش لينيو اوروبيان ذاك القسم يافي هادو لي زاكروخ وهادو. الأتراك كانوا يحاولوا من 63 كانوا طلبوا أنه ينضموا للمجموعة هذيك ويتاجروا معها، لكن أوروبا في 63 رفضوا الأتراك أنهم يدخلوا فيدخلوا معهم. vous pouvez même googler هذه المعلومة تعرفوا أنه 63 حاولوا، لكن هما قبل 63 الأتراك ماذا فعلوا؟ افتكروا ما كان قبل 63. قبل 63 كان 62 كان الاستقلال تاع الجزائر، وقبل الاستقلال تاع الجزائر بسنة كان في الولايات في الولايات المتحدة او نيفو دي زيتا زيني تاع لونو كان ماذا؟ كان الجزائر كان طالب باستقلالها، طالب باستقلالها، وماذا كان؟ بعض البلدان كثيرة يعني وافقت أن الجزائر تستقل، لأن ثبتت أن ماتوا منهم كثير والجزائريين ماتوا منهم كثير، وكان لازم يعني توقف هذيك الحرب هذيك اللي قاموها الفرنسيين على الجزائر. فماذا فعلت تركيا في هذيك السنوات؟ لم توافق على خروج فرنسا من الجزائر، لكن لكل حساب. لماذا لم توافق فرنسا على استقلال الجزائر؟ هم مش احنا مسلمين، هم مسلمين، هم مش كنا نقولوا بعض الناس تقول ان الاتراك مش كانوش مستعمرين، كانوا استعمار، لكن هم استعمار بوشين. وشين لماذا؟ هما قبل كل شيء هما كانوا يفكروا في الدخول في مواثيق ووعود مع أوروبا، لذا كانوا يحاولوا شراء ذمم أوروبيين، يحاولوا يقولوا لهم أننا أقرب منكم منا إليكم، لأننا بجانبكم ولسنا بجانب الجزائر أو المغرب أو ليبيا أو غيره. باش تعرفوا هاد الهضرة، إنو جامي إيمي لالجيري بور لالجيري، ولا إيمي نامبورت كال بيي دو نور أفريكان على خاطر مسلمين، نو جامي دو لافي. وبقاو يحاولوا 1905 1913 1916 حتى 1917، لكن وقع طلاق بعد مش طلاق كيما نقولوا حنا، واحد كان مزوج بوحده، باسكو هما عندهم هذا المواثيق وكل شيء، المعاهدات وكل شيء سلميه صافي بيان لونتون، لكن على اساس انه البخره تاعهم كانت ايزون تو 7 ناس أتراك يعني من الشعب يعني أحرار، يعني كانوا رايحين يناصروا فلسطين، ماتوا، قتلوهم الإسرائيليين في البحر. وكانت تركيا كانت يعني تندد، أصبحت تندد هذوك الأيام، تندد لأن علاقتها كانت علاقة طيبة. لكن هي فماذا فعلت تركيا؟ راحت أخرجت يعني طلبوا من السفير إسرائيلي مغادرة التراب التركي، فعملت كذلك، راحت عملت إسرائيل وشالت، لكن لم تأخذ الممثل الاقتصادي وهذا، قعدوا في تركيا والاقتصاد قعد كما هو وزاد كذلك، زاد حتى في المجال العسكري، يعني الصناعة العسكرية زادت. وبعدها بشهور أو حاجة كذلك راحت أعطت إسرائيل حوالي 7 مليون دولار في كتعويض يعني للناس اللي فقدوا حياتهم في ذيك البخرة، في ذيك أبروبوس سيت إنسوندي زعما، أعطاهم مبلغ مالي اللي يتمثل في 7 ملايين دولار. ف
فعادت العلاقات كما كانت. لكن في نفس الوقت هذا أردوغان ذكي ذكي، لم يرجع السفارة لبلغاريا، تبقى يعني عار لو ترجع السفارة الإسرائيلية، لكن التمثيلية الإسرائيلية كانت بزالت بقية وزادت فيما يخص الاقتصاد والصناعة والمعاملات التجارية مع إسرائيل. هذا باش تعرفوا مليح كي. ولكن الإمارات كان لازم تلعب دور يعني فيما يخص العالم العربي والإسلامي، وهذا كانت لازم تلعب دور، وهي دائما كانت خاضعة، كانت عاهرة إسرائيل، بلدها كانت عاهرة إسرائيل. إسرائيل هي الرجل عنده مرأة كان عاقد عليها بالورق وبالأوفيسيالمون اللي هي كانت تركيا، وسبعة تقريبا شيء مقترب من الطلاق، لكن ليس طلاق، طلاق يعني أنه في الورق مطلق، لكن كان يرجع للبيت كما يقول لك، يدخل للبيت وينام مع هذه الزوجة اللي يدعي أنها طلقها اللي هي أتراك. والإمارات هي كانت كما نقولوا حنا girlfriend تاعو، sa maîtresse و sa maîtresse قالت له مدام انت طلقت، هي راهي تقول الإسرائيل، تقول الإسرائيل مدام طلقت، طلاق يعني رسمي في الورق، طلقت الأتراك، أنا سأتزوجك على الورق. هذه pour comprendre qu'est-ce qui se passe. وكلهم يخدموا في إسرائيل كما يقول لك يوم غاس لي بي ديز إسرائيليان. لكن الأتراك وهذا أردوغان سي ان استراتيج، سي با ان غير خائن فقط، هو شاف وفكر انه مصلحته بدات يعني تتهز، مصلحته اللي هو حتى مركزه السياسي بدا يتهز بالنسبه للامريكان ولاسرائيل وللاوروبيين، بدا يتهز لانه اخر مره قالوا له مش ممكن تدخل الاتحاد الاوروبي، ويعني هذا حاجه مفروغ منها ما تفكرش فيها اصلا، لكن لا كان لازم يلعب ورقه ثانيه. لماذا ورقه ثانيه؟ مادام ابتدوا هذه الدول اللي هما اوروبا واسرائيل والولايات المتحده يتخلوا عنه، لازم يلعب ورقه ثانيه، مش حب في المسلمين، لازم تعرفوا هذا اللي غادي يديرها هو، مش حب في الله، في الأمة العربية أو مؤتمر الأمة كما يقولون، فهموني شنو راه، خلق هذا مؤتمر الأمة، خلق مؤتمر الأمة وابتدى يعني يلعب في البلدان، لعب في سوريا بالداعش وينقلهم من مكان إلى مكان، حتى ماذا؟ حتى تصبح له قوة يعني غير مباشرة يستطيع he can negotiate with it، يعني ممكن ينيغوسي بها de cette façon là، يعني ينيغوسي بها يعني يضمن على الأقل أنه يعني ما يصرالوش كما يصرال صدام حسين، من نصر صدام حسين استعملوه مع إيران مدة 6 سنين أو 7 سنين أظن، وكانت حربا يعني دموية ومن غير معنى، لكن الأمريكان وإسرائيل كانوا باغيين هذا الشيء، فكان لهم يعني العراق اليد الذي ضربوا بها يعني هذه الناحية اللي هي إيران. لذا يعني حتى يعرف الإنسان أن هذا إنسان لا يحب الأمة المسلمة،
اللي يحب المسلم يسلم. واخر يعني قصه كان اخترعها الى ستان استراتيجي الاماره حتى يقول للعالم الاسلامي ان الاسلام العالم الاسلامي يتمكن يعني من حواليه مليار وشويه شان يقول للعالم الاسلامي ها انا ماذا فعل راح لابخي هذيك الانجليز اللي كانت تنبلع 20 عام 20 عام ما دارش بها يسون فوتي با مال ينتشر الاسلام ولا ما يهموش. لكن نلقاها حيله انه يؤثر على العالم الاسلامي لانك لما تاخذ كنيسه وتحولها الى مسجد ماذا فعل هو هذيك الاسابيع؟ جاب الالاف المسلمين صلوا فيها يعني بعد ترميمها او كيلك شوز كومسا وصلوا فيها يعني يريد الايحاء للعالم الاسلامي انه هو مسلم ويحب المسلمين وهذا هو يقوم بتغيير كنيسة إلى مسجد. يعني ما شاء الله ماذا عمل هو بذلك يتحكم ويقول للعالم الإسلامي ساندوني أنني ممكن سأمشي يضرب ولا يضرب الأتراك يعني تركيا لا تضرب يعني بالسلاح لأن هذا بلد ديمقراطي لكن ساعدوني حتى أبقى في الحكم لكن قبل أن تبقى في الحكم كان لازم أنك تفكر فلماذا كسرت بلدان مثل سوريا؟ لماذا تدخلت في ليبيا؟ تدخل في ليبيا وتدخل في سوريا قبل ذلك رغبة للأمريكان ولإسرائيل تدخل، لأن إسرائيل لا تستطيع التدخل ديركتلي في سوريا أو في ليبيا، يعني يقع مجان يعني توقع حرب عالمية. لكن لما يتدخل تركي جار وهو طرف يعني طرف مبعوث من طرف الولايات المتحدة وإسرائيل تكون خفيفة لأنها ليس إسرائيل التي تدخلت، لكن تدخل بناء وطلبا من هذه البلدان الأخيرة. يعني كنت تخدم من هما في الأمريكان والإسرائيل يستعملوك وفي الآخر يرموك، لأن لهم الآن ماذا سيتكلوا على الإمارات وأموالها وهو مثلا ما فكر فيه جو بايدن the one who wanna be elected as a president of the United States هو يفكر في إزالته، لكن في إزالته بطريقة يعني قانونية عن طريق election يعني عن طريق الإلكشن انتخابات حرة وحسنة، سيحطوا إنسان آخر في مكانه وممكن حتى يكون ديمقراطي يعني لكن ويخدمهم 100%، لكن عمرهم هما ما يشوفوا مصلحة تركيا أو مصلحة العالم الإسلامي أو المغرب العربي كما نقولوا احنا نقول أنا شمال أفريقيا، عمرهم ما يشوفوا هذا المصلحة. لكن هذا الإنسان هذا هو طريقة تفكيره. كان أخ ثاني قال لي تكلمنا على موضوع المالي الجزائر شمائز الحكومة ورئيس الحكومة والقيادة الأركان تستمز ونسي با كسكو صرا لهم هذا زحفوا قال لك كومون سوس يوقع انقلاب انتم بكم الانقلاب ولا متبعين ما تقوله فرنسا؟ لأن فرنسا لها مصلحة في مالي، اليورانيوم هناك والذهب هناك والدايموند هناك، لكن انتم مصلحتكم في ماذا؟ لو يتغير الحكم مثلا حتى لو اسقطوها كانوا عساكر اسقطوها وممكن يعطوها للشعب، لانهم ضد من كان مع فرنسا، الرئيس والوزير الاول كانوا مع فرنسا واسقطهم العساكر، معنى ذلك ده الشعب قام وفرح بذلك، فلذا لماذا لا تفرحوا للشعب وتحزنوا للرئيس ووزيره الأول؟ لماذا؟ لأنكم تريدون
رضا فرنسا، لأن فرنسا قالت قامت ضد هذا الانقلاب، لكن الانقلاب لا يخدم فرنسا لأنها تستغل المناجم في الصحراء المالية والصحراء الجزائرية. لماذا لا نقول جنراتكم يسرقون ذهبنا ونو دايموند ويقومون بتحويلها كذلك عن طريق المالي، لأن الرئيس تاعهم كان تابع لفرنسا. مادام كان تابع لفرنسا يعني السرقة من هي شوية تجي خفيفة ما يشوفوهاش الجزائريين. هذو جنرالات فاني كيتخون الذهب ويتحول من فما ويفوت عن طريق فرنسا، تاخذو عن طريق المالي والمالي تديه لفرنسا، وفرنسا تعيش بيه كسلاطين، والجزائر ما دخلت منها غرام غرامة جدي بيان غرام من سنة 1990 ذا ما زادش غرام، لكن كان يزيد غرامات وكان يزيد قناطر وكان يزيد ديطون، وكان يتحول من المالي تحولوا للمالي عن طريق إيرات فرنسية بمؤامرة مع الشرارات حتى الجزائرية. يسرق الذهب الجزائري يذهب إلى بنوك فرنسا. يسألوا قيد صالح، I'm sorry نسيت قلتكم سألوا قيد صالح، نسيت باللي قبروه باللي مات وما تسروا معه. وكل جنرال يعرف هذا السر غادي يموت، لأن الأرجل البيضاء في الجزائر هي التي تريد ذلك. أظن أكفيكم بهذا القدر يعني بمعلومات يعني. والسلام عليكم إلى مرة أخرى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.